استجابة للمظاهرات الأخيرة في القناة بقيادة زعيمة الرابطة بتاعت أبراج الحوت اللي أكيد بتسمعني دلوقتي وهي عارفة نفسها، اللي قدرت إن هي طبعا بأسلوبها إن هي تعمل مظاهرة وتجبرنا النهاردة إن احنا نعمل حلقة مخصوص لأبراج الحوت. تحية ليكي وتعالوا بينا نبتدي، يلا بينا. أهلا بأجمل الناس في الدنيا، اكتبوا لي آرائكم في الحلقة دي وفي اللي أنا هقوله ورأيكم في برج الحوت لو تعرفوا حد من برج الحوت. زي ما انتم عارفين أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، وياريت بقى أبراج الحوت كده يدوسوا لايك ويثبتوا وجودهم، عملنا حلقة ليكم مخصوصة. أولا برج الحوت رجل أو امرأة من الأبراج اللي مفطورة على حب الحب، يعني من الأبراج اللي شايفة إن الحياة من غير حب تقريبا ملهاش لازمة ومش ناقصها حاجة، تقريبا ناقصها كل حاجة. ولكن هل برج الحوت رجل أو امرأة عاطفته مزيفة؟ برج الحوت يحب بس لو ملقاش الرجل، لو ملقاش في الأنثى الشروط اللي هو عايزها، الرومانسية والاهتمام واللي معروف برج الحوت بيحب ايه وايه اللي ممكن يدخل قلبه، ممكن قوي ممكن جدا ان هو يبص بره. والأنثى لو ملقتش، أنثى برج الحوت لو ملقتش في الطرف اللي هي عايزاه او اللي هي مرتبطة بيه اللي هي عايزاه، هتكتئب هتكتئب وساعتها مش هتشوف منها اي حاجة. وما تجيش بقى بعد كده انت كرجل تلوم عليها وتقول ده نكادية، ده انت اللي وصلتها لكده. احنا قلنا وبنقول وهنقول ان هي انثى قوي وفاهمة قوي في قوانين الانوثة وقادرة على التعامل بيها، يعني زي ما احنا بنقول كده تقدر ان هي تحول حياتك لجنة. ولكن ده مش هيحصل تلقائيا، انت عليك دور كرجل في التعامل معها، فلازم تخلي بالك قوي من النقاط دي اللي انت ممكن تكون شايفها مش هتعمل الفرق بس هي بتعمل الفرق. رجل برج الحوت بيحب الجمال في الانثى اللي مرتبط بيها وبيحب الاهتمام من الرجال اللي بتحب الاهتمام، ومن الرجال اكتر الرجال اللي تحب تسمع كلام رومانسي حلو من الانثى اللي هي مرتبطة بيها. يعني مش بس انثى برج الحوت هي اللي فيها الصفة دي، ده كمان الرجل وبكثرة في الحتة دي. رجل برج الحوت بيزعل بسرعة من الرجال اللي هي ممكن تزعل بسرعة، فخلي بالك برضو من كلامك وافعالك زيه زي الانثى. ولكن الانثى عشان هي انثى بمرحلة أعلى وبمرحلة أكتر شوية من رجل برج الحوت. تخون أنثى برج الحوت إذا خانت هيكون نوع من أنواع الانتقام، لأنها أنثى انتقامية على رغم الجمال والرقة ده كله، بس هي من الإناث الانتقامية. ومش شرط الخيانة خيانة كاملة، ما هو الخيانة ممكن بنظرة بكلمة، في طرق كتير وأشكال كتير ليها. ويخون الرجل مش حتة انتقام بقى، هنا في فرق شوية عايزين نوضحه، بحثا عن الحب أو تعويضا للفراغ العاطفي لو اللي هو مرتبط بيها مش مكفية عاطفيا. البحث عند برج الحوت في المقام العاطفي أو في الناحية العاطفية هو البحث الأول والأقوى واللي بتقوم عليه العلاقة. يعني برج الحوت رجل برج الحوت لو اللي مرتبط بيها فيها كل المميزات ولكن مقصرة في الجانب العاطفي، بالنسبة له هتبقى مقصرة في كل حاجة، والأنثى برضه. فاللي مرتبط ببرج الحوت يعرف كده، هي أبراج عاطفية وأبراج رومانسية، رومانسية بشدة وعايزة من الطرف الآخر يكون كده ويكون فاهم كده، بغير كده مش هتعرف إن أنت يبقى معاك المفتاح بتاع قلوب الأبراج دي. ده لو يهموك اعرف طباعهم عشان تعرف منين تقدر ان انت تدخل ليهم. العيوب اللي لازم تعرفيها عن رجل برج الحوت قوي ان هو ممكن ما تبقيش انت الغلطانة ويجيب اللوم عليك، يعني من اكتر الرجال اللي بتلقي اللوم في احيان كتير على الانثى، دي من عيوبه. مش انت بتحب رجل حوت تقبليه بقى، ما هو في مميزات تانية، بس دي من العيوب البارزة قوي في شخصيته. اما الانثى فلو حبت بجد بتعتمد اعتماد شبه كلي على الرجل، بتحب ان هي دورها كانثى لا تتعداه اطلاقا، وانت دورك كرجل لازم تقوم بيه كامل مكتمل، يعني مش من الاناث اللي هي بتناطح الرجل في شخصيته او في قراراته او في تحمايه، يعني ما بتتحداش الرجل قوي. هي عارفه ان هي انثى وبتحب نفسها انثى، يعني انثى برج الحوت. في بعض الاناث عندها ندم ان هي اتخلقت انثى، زي انثى الحمل، زي انثى الاسد، زي انثى الجدي. الاناث دي بتحس ان هي لو كانت رجال، لو اتخلقت رجال
كانت هتتمتع اكتر وتاخد صلاحيات وحريه اكتر. انثى الحوت بقى ما فيهاش الحته دي، معتزه بكونها انثى، بتحب انوثتها قوي، عشان كده هي انثى من الدرجه الاولى، وتقدر ان هي تتفنن في الانوثه. صعب قوي ان انت تقابل او تلتقي بانثى برج حوت وما تلاقيش فيها الصفات الكامله المعروفه. هي كتاب كامل متكامل من الانوثه، ما سابش ولا حرف من الموضوع ده. اما رجل برج الحوت فعامه يعني هو رجل رقيق القلب، رقيق الطباع، عصبيته زايده شويه، ودي المشكله، وممكن على مشاكل او حاجات صغيره قوي يزعل ويتقمص ويكبر الموضوع، ولو الانثى مش فاهمه كده ممكن تتخنق منه او تشوفه بيعيشها في نكد او تشوفه راجل نكدي. هي الفكره في كده، ولازم النقاط الصغيره دي نكون احنا ملمين بيها او احنا بنتعامل مع الابراج دي رجل او امراه. طبعا بشكركم اللي نسي دعم الحلقه بلايك، زي ما قلنا يا ريت دعمها بلايك، واكتبوا لي ارائكم بقرا كل تعليقاتكم، وبتعرف كمان عليكم من خلالها. يلا هتوحشوا.